فهذه خوارق العادات كم؟ أربعة. آية قلنا آية أفضل، وكرامة، ومعجزة، وفتنة، واستدراج لأولياء الشيطان، وفضيحة. الصلاة والسلام. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. ثلاث أشياء حتى تحقق التوكل: صدق وثقة وأخذا بالأسباب. صادق في اعتمادك على الله، واثق لا شك، آخذا بالأسباب المشروعة للممنوع. هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. إذا طلبت الرقية من غيرك تخرج من السبعين ألف. تقرأ على المرأة لا تخرج. أنا الآن جاء الشيخ محسن وقرأ علي وأنا لم أطلب، أنا لا أخرج وهو لا يخرج، لكن الذي يطلب يخرج. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون الاكتواء، يأخذ قطعة من الحديد يضعها على النار ثم يكوي بها المريض في أماكن معلومة عندهم للعلاج، ولا يتطيرون. التطير سيأتي معنا من الشرك الأصغر، هو التشاؤم بمرء أشياء يراها، أو مسموع أشياء يسمعها، أو معلوم أزمنة وأمكنة، ألبسة، أرقام، ستأتي بإذن الله تعالى. لماذا لا يطلبون الرقية؟ ولماذا لا يكتوون؟ ولماذا لا يتطيرون؟ على ربهم لا على غيره يتوكلون صدق اعتماد على الله مع الثقة بالأخذ بالأسباب المشروعة. في الحديث قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أدب أخواننا طلاب العلم حتى في المنطق في الكلام لابد تتأدب. إيش دليلك؟ إيش دليلك يا أخي؟ قال: قد أحسن. قال: ما حملك على هذا؟ شوف كلام أدب. قال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ أدب صح؟ إيش دليلك؟ أنا أعرفه قبل أن تولد، يقول أنا أعرف هذا وكذا مثلا، تعلمني الآن بالدعوة. قال: ثم رد عليها رد بأدب، ما قال أنت يعني كذا وأخطأت وأخذت بالمرجوح وكذا. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. ها إسناد مفهوم؟ أي نعم. أدلة، ليس قال فلان قال علة. قال: وما حدثكم؟ فالحديث الأول لا يخالف الثاني. لا رقية إلا من عين، العين الحسد. أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى كان بسبب الحسد. أو حمى، الحمى لدغة كل ذا سم، حية أو عقرب. حمى ليست الحمى، الحمى سيأتي معنا في يده خيط من الحمى، يعني من ارتفاع درجة الحرارة. الحمى تؤدي إلى الحمى، لدغة ذات السم تؤدي إلى أي. لا رقية يعني لا علاج ولا دواء أنفع في العين والحمى من الرقية الشرعية، مع ثبوت الرقية الشرعية في السحر وألم البطن وغيرها. صحيح؟ نعم. لا رقية إلا من عين أو حمى. الصنم والوثن، الوثن عام، ما عبد على صورة وعلى غير صورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري صنما، لا وثنا. والصنم ما عبد على صورة. واجنبني يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر. ومن بركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يأتي نبي من أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من ذريته، منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. غدا إن شاء الله أريد منكم الآن فقط أخذنا قسم أول، تراجعوا الأبواب الخمسة، يوجد اختبار تكتبه، وغدا نتناقش في أسئلة الاختبار، أسئلة سهلة. إذا أشكل عليك
سؤال أو كذا، ممكن تدخل عندنا على الموقع، تفتح اختبار كتاب التوحيد، تختبر، والكمبيوتر يصحح لك التوحيد، نعم صح أو خطأ. ثم بعد هذا تأتوا غدا إن شاء الله ونراجع. مهم جدا يا أخوانا، والله لو أردتم بإذن الله، أسأل الله التوفيق السداد، أنا أشرح كتاب التوحيد الليل أكمل الكتاب، لكن من يستفيد؟ أنا أريد أخواننا نتعاون. مرة اعتبر هذا الشرح فقط تشويق لكتاب التوحيد، بعد شرح مرتين ثلاثة، حتى يرسخ بن باز رحمه الله يقول عشرات المرات. تريد تضبط كتاب التوحيد في جلسة واحدة؟ لا، نحن الآن شوقكم كتاب التوحيد شيء فشيء حتى تضبط الكتاب بإذن الله تعالى. طيب، مهم جدا الحفظ، تمر إذا لا تحفظ لا إشكال، اقرأ الأبواب الخمسة قراءة، وغدا حضروا لي الأبواب التسعة قراءة، غدا عندنا أبواب تسعة ممكن ناخذ قسمين غدا إن شاء الله تعالى، تحضروا لنا الأبواب وتكتبوا الاختبار، الله يرضى عنكم، يعني نريد نتعاون مع بعضنا البعض. إيش؟ اختبار الكتب يعطوكم الآن، الكتب موجودة، لكن إخواننا طلاب العلم، الإيمان بالقضاء والقدر وأدب، عندما تأخذ الكتب لا يأتي طالب يأخذ كتابين أو يقطع ويأخذ نصف كتاب، بعضهم أخذ نصف كتاب وحصلت نصف كتاب، عيب والله أخوانا عيب. خلاص انتظر الآن الأخ يوزع لكم الكتب، حصلت كتاب ما حصلت كتاب، تتصل بالأخ محسن أو تتصل بي أو الشيخ أسد تجد كتاب إن شاء الله تعالى، ما وجدت كتاب الحمد لله موجود هذا شو اسمه، تدخل على الموقع تنزل الكتاب والحمد لله. أما والله بعض الطلاب قطع الكتاب وقال ما حصلت نفس الكتاب، لا ما يصير يا أخوان. طيب نحن ندرس كتاب التوحيد، نطبق العلم وكذا، على الموقع الأسئلة وفي الكتاب الأسئلة، والحمد لله أمور ميسرة. أحسن شيء أنك لا تجد كتاب التوحيد، تأخذ واحد من الطلاب وتتذاكر معه الآن وتحفظ، لأنه لا يريد كتب بدون كتاب. الآن أنا لو أشرح لكم من كتاب إيش تقولوا؟ تقول احفظ أنت أولا، صح؟ هي نعم. طيب أنا بشر مثلكم الآن، أراجع أحفظ أحفظ الحمد لله، أنت تظنني أنا إمام؟ لا، يعني الآن بعض الطلاب في الفرائض الآن أصحح لهم، أخذ دفتر خطأ خطأ خطأ، يقول كيف تحفظ المسائل؟ هذه المسائل أنا أخطأت فيها لهذا ما أنساها، فهمت الشيخ؟ لا تظن أن المسائل هذه حللتها، لا، أخطأت فيها لهذا قبل أن أأتي أصحح للطلاب أراجع في دفتري، أراجع في ماذا؟ في أخطائي، أنا ما أراجع الصواب، أراجع المسائل اللي أخطأت فيها، هذا المهم. أنا المسائل أصبت فيها ما في إشكال، المسائل اللي أخطأت فيها يأتي هذا يعطيني دفتر أنا أعرف خطأ 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 خلص الحمد لله. إخواننا نراجع نحفظ نضبط مذاكرة، السلف كانوا يتذاكر العلم فيما بينهم. طيب وأنت ماشي تشغل شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله القول المفيد على كتاب التوحيد، من هنا لغدا بإذن الله يكون ختمت الأبواب الخمسة وزيادة. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.